السلام عليكم اخوت، ومرحبا بكم في هذا الكانتي ديال ما عرفت شنو نقول ليه. الكانتي راه قلبوا لينا المجاج، هذاك الكانتي اللي كنا كنهضروا عليه في الرينيو اكورس 4 راه كوارتي عادي ديال 6 دراهم، وهذا هو الكانتي اللي عاد اكتشفته حتى الصباح. كورس 5 في الرينيو 1 واحد الكاتيجوري ديال العامين او لا 3 زون، يعني على راكي ولات عندهم 3 زون، غادي تكون في 120,000 اورو، يعني من احسن السلالات كيكونوا في هاد الكاتيجوري هادي. تبين لي الاخوت عرفت علاش حيدوا العالم يردوه كوارتي عادي. بالنسبة للفافوري 7-14-13، لي 3 برومي ديال لي فافوري 7-14-13. بالنسبة للاختيارات الإخوان، غادي نختار عود ما بين 7-14، غادي نختار 7. الكاتورز هو اللي ربحهم الإخوان، هو اللي ربحهم في 2700، ولكن أنا غادي نختار 7-13-11-9-8. اختاريت جميع الخيول، اختاريتها فرنسية. الخيول الأجنبية هي اللي ما بدياش حرف ك في الأول، يعني مثلا كبحال الدوز، كبحال الان، كبحال الكاب، كبحال السانك. اختيارات طاحوا عند هادو، هادي لالين تتمشي بيناتهم. الكاتورز هو اللي رابحهم اخر كورزة، الكاتورز هو اللي رابحهم. كاتورز سات تريز اونز، عطين الدوز هو الكات والسانك. نورمالمون لي توكار خديت 9-6-8-10 بربعة بيهم، 9-6-8-10 وخديت الأونز وخديت السات والتريز. سبعة ديال الخيل بلي رابيد 13-8-14-9. نورمالمون خديت غير الفرنسية أنا الإخوان، ما خديتش لي زيترونجي. علاش؟ شفت الباسي كيجيو لي فرونسي بزاف، يعني لي فرونسي هما هادو الحرف الأول كامل فرونسي جي. هنايا كذلك، هنا كذلك، ما عرفتش واش غادي تكون المفاجأة من عند شي عود إيترونجي ولا لا. خيول إيطالية كتكون قوية. هادشي اللي كاين، خديت لالينات اللي تيمشيو بيناتهم. الكاتورز هو اللي ربحهم، العشرة دوزيام، تريز تروازيام، السيس كاتريام، الويت سانكيام، والحداش سيزيام. بالنسبة للحداش عنده رونتري، حداشر عندو رونطري، وزدناه وخا هكا خديناه إيكوري على ما أظن مع شي عود ديال فيليب ألير. رونطري تقريبا هنايا الأونز هو اللي ربحهم في 2200، تريز دوزيام، والسيس تروازيام، والويت كاتريام، والعشرة ديس كاليفي، والكاتورز ديس كاليفي، التريز غانيو، والويت كاتريام في الجرين. الكاتورز غانيو هنا في واحد البري ديال 9-12، والويت كاتريام، والتريز ديس كاليفي. التريز غانيو جات شون جات لي لا كازاك على ما اظن. التريز هاد العود كان ديال مالفيست ولا ديال عفوا لا كازاك مبدلة على ما اظن. هاد لا كازاك ديال مالفيست اللي فيها الطبعة في الصفر، وهادي لا ما فيهاش. كندا بيلفر. دونك هاد العود اعتقد ديال مالفيس او الله اعلم، تمشي ليا لامي، يمشي ليا اريك رافا. توماس مالفيس. مي هنايا بانت ليا ديال بيجو، هنا ديال بيجو على ما اظن، ويليام بيجو عنده جوج ديال الخيل. المهم الاخوان، مشى هو اللي مشى كرون فافوري ديال لاكورس. سبعة ديال الخيل هما اللي عندنا ان شاء الله. ما اختاريت شي عود ايطالي، غامرت بالكاتورز ما حطيتوش، يعني 7-13-11-9-6-8. هادي هي سبعة ديال الخيل. تحياتي لكم، خليت لكم الراحة ومع السلامة.